I'm not getting back to it. I'm trying. Yeah, eventually, right? Yeah. No. So what I want to do basically is Holly. هذه مسوزة وتوضع على الأبواب كما تعلمين في بيوت اليهود. هل يوجد لك واحدة على الباب الرئيسي؟ عندي واحدة على باب غرفة النوم. هذا جميل. وهذه شريط مطرز لأن أمي كانت في بوسطن إبان الحرب العالمية الثانية، وقد كانت تقوم بأعمال التطريز كنوع من التأمل، وأخذت هذا الشريط المطرز وقمت بإلصاقه بالداخل لأنه يذكرني بذلك الجيل. وما أفعل أنه يوجد بداخلها ورقة عليها تلاوة لصلاة لدعاء معين. حسنا، نحن كلانا ارتدنا مدارس يهودية، ويوجد هذا الدعاء مكتوب بداخلها، وأنا غريبة الأطوار بعض الشيء أتركها مفتوحة من الجهتين. عادة يتم إحكام إغلاقها بسبب الأحوال الجوية، وهي لديها واحدة على باب غرفة نومها، وبهذه الطريقة تمر الطاقة من خلالها وتقوم بتطهيرها، وهي روحية ذات معنى روحي. نحن لا نرتاد الكنيسة كثيرا، ولكننا نؤمن بجانبنا الروحي، وأضع على هذه القطعة شريطا لاصقا لأن الناس يميلون إلى نسيانها، ولكي تتمكن من أخذها معها عندما تنتقل للعيش في بيت جديد. عادة اليهود يتركونها خلفهم، لذلك أنا أقترح أنها ضرب من ضروب الفن، وبالتالي يمكننا أن نصطحبها معنا. هنا نعرض أمامكم مهرجان النور، هل يمكنك أن تشرحي ذلك؟ إنها عطلة ثقافية أكثر منها دينية، وتحيي ذكرى المكابيون الذين كان يفترض أنه كان لديهم ما يكفي من الزيت لإشعال شمعة لليلة واحدة لمساعدتهم على إعادة البناء بعد التدمير، ولكن الزيت الذي استخدموه بشكل معجز استمر لتسعة ليال. لهذا السبب نحن نحتفل بهذه الأيام، وخلال هذه الاحتفال نأكل الكثير من الأطعمة المقلية التي تحتوي على البصل والبطاطس المهروسة، ونضع صلصة التفاح وغيرها من المكونات، ونقوم ب بغزل هذه القطعة الخشبية التي تطلق عليها اسم دريدل لكي يحصل الأطفال على هدايا. نعم، هذا دريدل مسطح. عادة نقوم بإدارته، وعلى كل جانب يوجد حرف من الحروف يحمل قيمة معينة، وهذه هي الجائزة التي يحصل عليها وفقا للرقم الذي يحصل عليه.
Assalamu alaikum. This is Inca Treasure. This is a shop of Peruvian stuffs. Assalamu alaikum. هذا متجر للمنتجات من بيرو، وإن صاحبة المتجر من دولة بيرو، وهي تتعامل مع نساء محتاجات يشتغلن بفرو حيوان ألباكا على وجه الخصوص. هذه القبعات بعضها مصنوع من فرو حيوان ألباكا وجميعها يدوية الصنع. تحاول صاحبة المتجر دعم المجتمعات المحلية والذين يشتغلون بهذا النوع من الفنون لإعالة أسرهم. هنا لدينا بعض الكنزات، ولدينا هنا وشاحات من فرو صغار حيوان ألباكا، وهذه الخامة أنعم وأخف وأكثر دفئاً من صوف الغنم. رائع. وهل تعتقدين بأن أجواء أعياد الميلاد يمكنها أن تجمع الناس بعد كل الاضطرابات السياسية الجارية في البلد، وتسمح للناس بالتعرف على الثقافات الأخرى؟ برأيي إن أعياد الميلاد نقطة التقاء بين مختلف الثقافات، والسبب هو أنك سترى بأن ما نحتفل به هنا ليس أعياد الميلاد فحسب من المنظور المسيحي، فهناك من يحتفل بعيد الحانوكا، وهناك أناس من جميع أنحاء العالم ممن لا يعتنقون الديانة المسيحية، ولكن هم يعلمون بأنهم في بلد حيث أن أعياد الميلاد أشبه بمهرجان وطني، وكأنه طريقة لتوحيد الشعوب من جميع أنحاء العالم وأن يتعايشوا معا في مكان واحد مشترك. Hello, how are you? اسمي شولا، ولدت وترعرت في إنجلترا وتعلمت الغزل عندما كنت في الروضة، ومنذ ذلك الحين أفعل ذلك، وقد بدأت عملي في السوق الشرقي وهي سوق معروفة في العاصمة منذ عام 2003، وبعد ذلك قام المنظمون للسوق الشرقية بافتتاح هذا السوق هنا، وقد انتقلت إليه منذ بدايته. هل تشعرين بأن هناك ما يميز سوق أعياد الميلاد هذا العام؟ هذا العام أعتقد بأن هناك الكثير من المنتجات يدوية الصنع، وهذا أمر جيد لأن الناس يحبون التجربة الفريدة في الذهاب إلى السوق والعثور على أشياء مميزة، وسترى بأن الناس يشترون الهدايا وكذلك أغراض لأنفسهم لأنهم لا يجدون هذا المستوى من العمل المتقن في أماكن أخرى. اسمي غوشا، وأنا أصلاً من بولندا، وقد قدمت إلى هنا في عام 2002، وأن معظم أعمالي من قطع الفضة الخالصة مع الكهرمان، وهذا كهرمان بلطيقي من بولندا. أعمل على تصميم هذه القطع منذ سنوات طويلة، على الأرجح منذ 20 عاماً، وأنا سعيدة بتواجدني في هذا السوق، وهذه سنتي الثامنة في سوق وسط المدينة. أنا سعيدة لأنني أستطيع عرض هذه القطع الفريدة. هل هناك ما يميز هذا العام في السوق؟ أصبح الأمر روتينيا بالنسبة لي، ولكن ما زال يأتي حرفيون جدد كل عام، ومن المدهج أن نرى هذا العدد الكبير من الحرف من جميع أنحاء العالم، فالأمر لا يقتصر على الحرفيين المحليين، ونجلب معنا قطعا فريدة من البلدان التي ترعرعنا فيها، ونحضر هذه القطع من جميع أنحاء العالم. وهل تعتقدين بأن لهذا الأمر أهمية بالنسبة لعاصمة الولايات المتحدة، وخاصة في هذه الأجواء السياسية؟ بالتأكيد، فهذا يبين بأن الناس من جميع أنحاء العالم لديهم أفكار رائعة، وإن تبادل الفنون أمر مذهل، ف
فالكهرمان غير موجود في الولايات المتحدة، فلما لا أعرضه وأن أبين هذا الحجر المدهش للناس في هذا البلد؟ وأعتقد بأن هذا مكان مناسب لعرضه، إذ أننا مجتمعون هنا من مختلف الثقافات ويمكننا أن نتبادل تقاليدنا وثقافتنا. وإن العاصمة واشنطن تجمع أناس من مختلف أنحاء العالم، وبتنا معتادين على السكن بجوار أناس من بلدان مختلفة ينطقون بلغات متنوعة، وبالنسبة لي هذا أمر رائع، إذ يمكنني التواصل مع كل هؤلاء الناس وأن أرى أسلوب حياتهم ومعرفة معتقداتهم. من المهم بمكان أن يكون المرء جزءا من هذه الحياة متعددة الثقافات.